السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أكوار عروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم جولة جديدة من جولات قناة أكوار عروض في السعودية، والنهاردة الجولة بتاعتنا من عروض العسيم الأسبوعية اللي هي لحد يوم 29 نوفمبر، لحد يوم الثلاثاء 29 نوفمبر عروض الأسبوعية. هنشوف أهم العروض الموجودة في عرض على أرز جرين فارم المصري، اللي هو الجرين فارم الأهرامات. ده نازل الحبة ب 28 ريال ولازم تكون عضو في اكتساب. في برضو عرض على زيت شمس دوار شمس، الاثنين حبة نازلين ب 37 ريال بدلا من 50 ريال. في برضو عرض على أرز اللي هو باب الهند، أرز بسمتي أبيض عنبر باب الهند اللي هو الخمسة كيلو، ده نازل عليه عرض ب 38 بدلا من 53 ريال. وفي عرض على زيت نباتي العربي اللي هو اتنين مع بعضيهم الواحدة لتر ونص، نازل ب 37 ريال. في برضو عرض هنا على أرز أبو كاس، أرز أبو كاس الكيس الأخضر ده اللي هو الخمسة كيلو، نازل الواحد من 42.5 ل 29 ريال لكل عميل اربع حبات، لازم تكون عضو في اكتساب. في برضو عرض على زيت نور دوار شمس الاثنين في لتر ونص، نازل ب 40 ريال بدلا من 57 ريال. زيت دوار شمس زيت نور. في برضو من العروض القوية جدا عرض على المكرونة اللي هي مكرونة وفرة، ثلاث حبات بخمسة ريال، ثلاث حبات بخمسة ريال مكرونة وفرة. في عرض على لونة اللي هو معجون طماطم لونة، الباكت بتسعة ريال بدلا من 11 ريال. في عرض على زيت دوار شمس هالي، اتنين حبة، الاتنين حبة بتلاتين بدلا من 45، ولازم تكون عضو في اكتساب، لازم تكون عضو في اكتساب. في هنا تونة هالي، تونة هالي الواحدة 200 جرام نازلة من 7.25 إلى 5 ريال 75 هللة. من العروض القوية جدا اللي هو حليب نيدو، شايفين كميات كبيرة طالعة منه، حليب نيدو اللي هو الاتنين كيلو ونص، نازل من 55 ل 74 ريال. حليب نيدو اللي هو البودرة. في حليب المراعي اللي هو ستة مع بعضيهم حليب مبخر، الواحدة 170 جرام نازل من 18 ريال ل 16 ريال. في عرض حلو جدا على شاي ليبتون اللي هو ال200 حبة نازل ب 20 ريال بدلا من 39.25، ولازم تكون عضو في اكتساب. في من العروض القوية جدا عرض على شبيهة القشطة بوك 6 في 160 جرام، نازل عليها عرض ب 16 ريال بدلا من 21 ريال الستة. في برضه شبيهة قشطة نادك اللي هي الاتنين في 500، نازل عليهم عرض 24 ريال بدلا من 30 ريال. وفي قشطة التاج الذهبي، قشطة التاج الذهبي الثلاثة ب 15 بدلا من 19 ريال. في من العروض برضو القوية اللي هو زيت صاني الواحد لتر ونص، نازل ب 15 ريال بدلا من 22 ريال. وفي أرز جوان أبيض 5 كيلو، نازل ب 15 بدلا من 19.5 بدلا من 19.5. طبعا احنا النهارده الحد بالليل، بكره مهرجان الطازج ان شاء الله بنعمل العروض بتاعته على هيئه صور كده زي كل اسبوع. ولو معاك الفيديو ده بيكون معاك كل العروض ان شاء الله. بكره في هنا اللي هو البرنجز ال 165 جرام، نازل ب 9 ريال بدلا من 14 ريال. في هنا البسكوت المملح، البسكوت المملح ده نازل من 18.5 ل 16 ريال، ده بسكوت مملح. في برضو عرض على حليب فريشكو، حليب فريشكو كامل الدسم نازل اللي هو 1800، نازل ب 39 بدلا من 49 اللي هو فريشكو ده 1800 جرام. في الكورن فليكس الاخضر ده 750 جرام، نازل ب 19 ريال بدلا من 35 ريال اللي هو الكورن فليكس. في برضو هنا عروض على البرسيل، البرسيل 6 كيلو 800 نازل ب 55 ريال،
بدلا من 66 ريال، الأخضر أو الأزرق. في عرض على الطايد، الطايد اللي هو ال5 كيلو نازل ب45 ريال بدلا من 87 ريال. لازم تكون عضو في اكتساب، اللي هو الطايد ال5 كيلو أو ال4 كيلو ونص. في عرض على هنا الهيدن شولدرز اللي هو ال600 ملي نازل ب19 ريال بدلا من 33 ريال، 16 ريال بدلا من 33 ريال. في اللي هو البانتين شامبو عادي 400 ملي نازل ب13 ريال، نازل ب13 ريال اللي هو البانتين شامبو. في عروض على المناديل، مناديل اونو مناديل الواحدة 180 جرام نازلة ب28 ريال بدلا من 39 ريال. في برضو مناديل سمايل، مناديل ناعمة نازلة ب19 بدلا من 34 ريال. في هنا جيل برسيل اللي هو ال2 كيلو و900 نازل ب35 ريال، جيل برسيل 35 ريال بدلا من 45 ريال. في اللي هو الدوني 2 لتر نازل ب16 بدلا من 19 ونص. الدوني شوف برضو عروض هنا، الفيري عروض الفيري. في البريل اللي هو اللتر و500، لتر ونص يعني، نازل ب13 ريال بدلا من 17 اللي هو البريل. الفيري اللي هو لتر وربع نازل ب16 ريال بدلا من 25 ريال، 16 ريال بدلا من 25 ريال. شو معاكم بقى عروض الأرز وعروض الزيوت. في شفنا احنا باب الهند، وشفنا الأرز المصري، وشفنا اللي هو أبو كاس. ونشوف بقى في عرض على الأرز المصري اللي هو الصنايط. الصنايط نازل ب37 بدلا من 40، 37 ريال بدلا من 40 اللي هو الأرز المصري الصنايط. في عرض على فيكتو 5 كيلو ب31 ريال. فيكتو برضو هنا نوع تاني ب27 ريال. في أبو سنبلتين 5 كيلو نازل ب31 ريال. أبو سنبلتين دي عروض الأرز. احنا شفنا أبو كاس. في تيجان ده 5 كيلو نازل ب67 ريال، 67 ريال. في هالي 10 كيلو ب61 ريال هالي. في تاج محل ال5 كيلو ده ب41 ريال أو ب40 ريال. تاج محل برضو التاني ده الأخضر ده ب37، فيكتو ب58، هالي ب59 ال10 كيلو. بنجابي الطائي نازل عرض من 90 لـ82. في ملك الأرز ب71 ريال. شوف بقى عروض زيت الزيتون، زيت الزيتون. في زيت زيتون بيتوتي وناس واخدة منه كمية كبيرة، يعني عرض كويس. نازل ال1 لتر نازل ب23 بدلا من 30 وربع اللي هو بيتوتي، العبوة القيمة دي. في السوسن اللي هو 800 مللي العلبة ب36، 36 ريال. في السوسن تاني 2 لتر ب61 ريال. في المراعي 500 مللي نازل من 25 وربع ل 18 ريال المراعي. طيب نشوف العروض اللي هي على المراعي. عروض المراعي اللي هو سمنة المراعي نازل ب800 ب42 ريال، ب42 ريال. الأسبوع اللي فات كانت ب35. في هنا عرض برضو على فارم ولازم تكون عضو فيه اكتساب، 800 جرام نازلة ب38 ريال بدلا من 55 ريال. لازم تكون عضو فيه اكتساب. في فارم اللي هي 400 نازلة ب38. الاتنين
الاتنين ال400 ب38، ولو ال800 برضه ب38، هو نفس السعر. الزيوت، زيت دوار شمس، احنا شفنا زيت دوار شمس في فيكتو، فيكتو 1.5 لتر ب16.5، اللي هو فيكتو اللي هو ايه للطبخ والقلي، 16.5 الواحد، 16.5. في هالي، هالي ذرة واحد الواحد بس ب17.5. في الكانولا، الاتنين حبة ب40 ريال كانولا. في زيت عافية، زيت عافية ذرة، زيت ذرة عافية الاتنين حبة، اتنين حبة مع بعضهم دول نازلين ب48 ريال بدل من 65 ريال. في شمس، احنا شفنا شمس من شوية وشفنا هالي، دي كل عروض الزيوت كده. احنا شفنا عروض الزيوت والأرز، نشوف عروض المكرونة. عروض المكرونة، في مكرونة هالي، مكرونة هالي كل الأنواع الواحدة ب75 هلل، ريال 75 هلل. في برضو هنا شعرية جودي ب4 ريال وربع، 4 ريال وربع جودي. في مكرونة الخليجية 3 حبات ب7.5 بدلا من 11 ريال 85 هلل. العلالي ب5 ريال، العلالي ب5 ريال. في ايه تاني؟ وفرة ال3 ب5 ريال، احنا قلنا وفرة في الاول خالص 3 ب5 ريال. دي اهم عروض المكرونة، دي اهم عروض المكرونة. طيب بهارات برضو في انواع كتير جدا عليها عروض. نشوف معجون الطماطم، السعودية، السعودية نازلة ب12 ريال، ولونة ب9 ريال، لونة ب9 ريال، والسعودية ب12 ريال. في هالي، هالي ب8 ريال وربع. طيب الطماطم المقشرة فريشكو الواحدة ب4 ريال، هالي الواحدة 400 جرام طماطم مقشرة هالي ب2 ريال 75 هلل، يعني هالي حلوة جدا. في الطائي ب2 ريال 95 هلل، دي طماطم مقشرة. لا، في مرقة الدجاج يا جماعة غالية جدا، وهنا نازلة لسه ما زالت سعرها غالي جدا، 23 ريال بدلا من 28 ريال. مرقة الدجاج اللي هي ماجي 23 ريال. تعالوا بقى نشوف عروض ورق العنب. في عروض على الخل، خل ابيض اللي هو جودي ده، الحجم اللي هو 946 ملي نازل ب4 ريال 35 هلل. نشوف عروض ورق العنب، حدائق شطورة اللي هو الكيلو نازل ب14 ريال، 14 ريال. في النوع ده، النوع ده نازل ب13.5 بدلا من 18.75، ده اسمه هو ده، مش موجود غير في العسيب. في فيكتو، فيكتو الكيلو نازل ب10.5 بدلا من 18 وربع، فيكتو. في فيكتو بقى اللي هو المحشي جاهز 850 جرام ب13 ريال بدلا من 22، وال 400 جرام ب8 ريال بدلا من 12 ريال. وفي السوسن محشي برضو بالارز 400 جرام ب7 ريال، 7 ريال. في ريم برضو، في ريم 400 جرام ب29 هللة، وفي ريم اللي هو 2 كيلو ب27 و70 هللة، يعني قول 28 اللي هو ريم. دي عروض ورق العنب. في عروض على الزيتون اللي هو الجوف نازل نص كيلو 11 ريال 75 هللة. في الزيتون، الزيتون كله الشرايح ده نازل عليه عروض اهو 15.5، اللي هو الأسود أو الأخضر. في عروض على البيبسي، الاتنين حبة ب14.5، البيبسي اللي هو اللي هو الكبير، الاتنين لتر وربع، 2 لتر و20 هلل، 20 ملي، 2 لتر و20 ملي. اللي هو اللتر بس الاتنين حبة ب9 ريال، اللي هو اللتر ب9 ريال الاتنين حبة. عروض الدجاج، تعالوا بقى نشوف عروض الدجاج. عروض الدجاج، الفروج الذهبي اللي هو 900 جرام، قطعة مشكلة 900 جرام ب12.5،
الفاليه اللي هو 450 جرام ب 19 ريال، الفاليه 19 ريال الفيليه. الكبدة بخمسة ريال 75 هلل، اللي هي 400 جرام. الحبة الكاملة ال1200 ب 19 75 هلل، ال1200 ال1300 ب 20 وربع. ده الحبة الكاملة في الفروج الذهبي، دي عروض الفروج الذهبي. في عروض على إنتاج، إنتاج اللي هي ب 900، قطعة مشكلة 900، أو أفخاد دجاج اليوم، ده دجاج اليوم، أفخاد دجاج اليوم 900 ب 15 ريال. صدور دجاج فليه اليوم 450 جرام ب 19.75، قطعة مشكلة إنتاج 900 جرام ب 12 ريال. والكبدة والقوانص ب 5 ريال اللي هي العلبة. الدجاج المتبل 600 ب 11.75، 500 الشاورما 500 جرام ب 15 وربع، والأجنحة المتبلة ب 8 ريال و25 جنيه. دي عروض دجاج اليوم. في عروض برضو هنا دجاج الأسياح اللي هو صغير السن ده، الاتنين حبة 21.5 21.5. دي أهم العروض في الدنيا. دي أهم العروض اللي هي في الدجاجة. هنشوف بقى عروض المعلبات. عروض المعلبات، في عرض على ذرة اللي هي جودي اللي هي 340 جرام، الثلاث حبات ب 13 ريال. الثلاث حبات ب 13 ريال جودي اللي هي 340 جرام. في مشروم جودي 400 جرام ب 6 ريال. في ذرة هالي 340 جرام ب 3 ريال 75 هنا. عايزين نشوف التونة، عروض التونة. جودي تونة جودي 185 جرام ب 6.5، 185 جرام ب 6.5. في هالي الثلاث حبات نازلين من 21 ريال ل 15.5، اللي هي هالي الزرقاء دي اللي هي 185 جرام، نازل الثلاث حبات ب 15.5. في برضه تونة المواسم 160 جرام بثلاث حبات ب 14 ريال، بدلا من 20 ريال 75 هلل. في تونة جرين فارم اللي هي 160 جرام ثلاث حبات ب 15.5، برضه تونة اللي هي جرين فارم، كل التونة الجرين فارم ب 15.5. في التونة البندرية دي الواحدة ب 5.5، الواحدة ب 5.5. في تونة هالي 200 جرام في زيت النباتي ب 5.5، وفي اللي هي بالزيت النباتي اللي هي الزرقاء دي ب 5.75 هللة. في الخليجية الثلاث حبات ب 13.5، الواحدة 160 جرام. في الخير 185 جرام ب 6 ريال الخير. دي يعني أهم عروض التونة. في هالي حبتين 6.5 بدلا من 9.5. في الخير اللي هي 80 جرام دي ب 4 ريال. في هنا جرين فارم، كل جرين فارم احنا قلنا ب 15.5. دي أهم عروض التونة. هنشوف في عروض على الجبنة الموزاريلا. الجبنة الموزاريلا اللي هي الصافي ب 900 جرام، 900 جرام ب 28 ريال الصافي. جبنة موزاريلا الصافي 28 ريال. في هنا الجبنة الكريمي الصافي 900 جرام ب 20 ريال ونص. في الصافي اللي هي لبنة نازلة من 12.5 ل 10.5. دي كل منتجات الصافي، يعني كل منتجات الصافي. عايزين نشوف عروض الجبن، عروض البيض او اسعار البيض. اسعار البيض هنا في العسيم النهاردة الأحد بالليل، وشايفين طبعا كميات كبيرة طالعة. الطبق ب 21.5، البيض ب 21.5، وفي نوع بكام؟ ب 25 ريال. في نوع ب 25 وفي نوع ب 21.5 في الأصل. في الجبنة الموزاريلا، احنا شفنا الصافي النص كيلو
نص كيلو كام؟ ب 18 ريال، واللي هي 900 جرام ب 28 ريال. في فرسانة، لا نادك، نادك النص كيلو ب 19 ريال، نص كيلو ب 19 ريال. في برضو هنا البريزيدنت، بريزيدنت 900 جرام ب 32 ريال. داري، داري 1 كيلو ب 30 ريال. البقرات الثلاثة ب 28 ريال، البقرات الثلاثة 28 ريال. دي عروض الجبنة الموزاريلا. احنا كده شفنا أهم العروض، شفنا أهم العروض اللي هي موجودة في العسيم. في هنا لبنة المراعي 2 كيلو 750 ب 64 ريال. في لبنة، لا ده شبيهة جبنة، جرينلاند 1.5 كيلو ب 31 ريال. احنا كده بنختم بقى الفيديو معاكم. احنا كده شفنا اهم العروض الموجودة، في عروض كتير جدا. في سادية برضو هنا، صدور دجاج سادية 1 كيلو ونص ب 41 ريال. ودي كانت اخر حاجة في الفيديو. احنا طبعا ما قلناش كل العروض، ولكن احنا قلنا اهم العروض الموجودة في العسيم لحد يوم 29 يوم الثلاثاء، النهاردة الاحد، قدامنا الاثنين والثلاثاء، وبكرة في مهرجان، مهرجان العسيم للطازج. ان شاء الله بنعمل العروض بتاعته. اتمنى تكون الناس كلها استفادت بالجولة اللي عملناها في العسيم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم بخير دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.